البحث عن آليات مشتركة لمواجهة الحركات المسلحة والمجموعات السالمة التي ظلت تشكل خطرا لمعظم بلدان القارة الأفريقية على حد قول الأمين التنفيذي للجنة كانت أهم محاور اجتماع السيسة، بجانب البحث عن توحيد الآراء والجهود لمكافحة الجريمة المنظمة ومعرفة من يدعم تلك الحركات. العلاقة بين الجريمة المنظمة والحركات المسلحة أصبحت هاجسا أمنيا، مما يتطلب الانتباه والتعاون بين كل أجهزة الأمن والمخابرات في القارة الأفريقية وخارجها. الاجتماع أكد على أن استقرار القارة السمراء يحتاج لتنسيق كامل بين أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية لوضع خطط للتعامل مع الحدود وقضية استضافة بعض الدول للحركات المسلحة التي تهدد استقرار المنطقة، مع ضرورة الانتباه للتدخلات الخارجية في قضايا القارة والتي هي جزءا من المشكلة. إن التدخلات الخارجية في قضايا القارة هي جذر الأزمات التي تحدث الخلل والاضطراب في منظومة الأمن والاستقرار في دولنا الأفريقية، وإن بلادنا السودان مثال حي للبلدان التي عانت من جراء هذه التدخلات. لكن خبراء أمنيون قللوا من فاعلية ما يكتب على الورق، واصفين أن الوضع الأمني في أفريقيا شديد التعقيد، وأن الجهود التي يبذلها قادة أجهزة الأمن والمخابرات في لجنة السيسة ستصطدم بواقع شائك على الأرض لاختلاف الأجندة. المشكلة الأساسية التي تواجه أفريقيا ليس في الاجتماعات وليس في المناقشات وليس في تحرير الاتفاقات، وإنما في كيفية التنفيذ. هذه مشكلة أساسية تواجه الدول الأفريقية. اللجنة أجهزة الأمن والمخابرات السيسة فكرة قدمها السودان وتأسست في العاصمة النيجيرية أبوجا في العام 2005، وهي تهدف لتطوير العمل الأمني والاستخباراتي المشترك لخدمة القضايا الأمنية في القارة السمراء. في ظل التحديات الأمنية التي تواجه القارة الأفريقية من حركات مسلحة وحروب تديرها العصابات، يأمل المختصون أن يمثل تجمع السيسة انطلاقة حقيقية لعمل مشترك تجاه القضايا التي تهدد شعوب القارة. سبأ سيف الدين، الغد العربي، الخرطوم.